بسم الله. في ناس كتيرة بتسأل ازاي اعمل سي في. الموضوع سهل جدا، كل بساطة في مواقع بتجيب لك تمبليت جاهز وانت تبدأ تعدل فيه للحاجة اللي تناسبك. تمام، يعني ممكن تيجي تقول له انا عايز ابدأ اصمم او تختار تمبليت جاهز مثلا من التمبليت ديت، ولكن مثلا انت عايز تعمل حاجة كرييتيف. تمام، بيبدأ يعرض عليك اشكال، انت تشوف انهي شكل اللي انت عايزه. تمام، وليكن مثلا عجبك الشكل ده، مثلا فرض مثلا انت راح تقدم على وظيفة جنايني، مثلا عجبك الشكل ده. ما ينفعش مثلا واحد خريج هندسة معماري ويحط دي، هيحط مثلا باب ولا شباك ولا حاجة لو هو عايز، والافضل ان هو يخلي سهل من غير صور. طيب هقول له اديت ذيس تمبليت، انا عايز اظبط التمبليت حسب ما انا عايز. كل اللي انت بتعمله بتغير الاسم على الاسم اللي انت عايزه. تمام، يعني انت اسمك ايه مثلا؟ عباس، هتغير الاسم ده لعباس. تمام، انا مثلا اسمي عمر، هسميه عمر سليم مثلا. تمام، الادوكيشن، انت خريج ايه مثلا؟ الجامعة الامريكية، تكتب انا خريج مثلا الجامعة الامريكية. تمام، تقدر تعدل زي ما انت عايز، تقدر مثلا انت عايز تديها مثلا روتيت شوية، تعمل زي ما انت عايز. تمام، تقدر تتحركه من مكانه لمكان، تقدر تغير الشكل، تقدر تغير اللون، كل اللي انت عايز تتحكم فيه. يعني ممكن تيجي هنا انت شايف ده مثلا عايز يستاهل لون مثلا في حلوقي، فتختار اللون في حلوقي. تمام، سهل ان انت تعدل فيه وتضيف صورة، تضيف صفحة، يعني انت عايز مثلا 3 4 صفح السي في بتاعك كويس، محدش يعمل اكتر من 3 صفح لان محدش هيقراه. تمام، الكارير بتاعك تكتب اللي انت عايزه، الشهادات بتاعتك تكتب الشهادات بتاعتك، التكنولوجي. تمام، فبسهوله جدا هتلاقي نفسك عملت سي في. السي في مجرد ان انت بتملى بياناتك الشخصيه، كونتاكت انفورميشن، تيجي تكتب رقم تليفونك، تكتب الايميل. تمام، كل اللي انت بتعمله ان انت بتحط البيانات بتاعتك بدل التمبليت التاني، ولما تخلص تقول له داونلود او شير، تروح مشاره على الفيسبوك والتويتر وتبعتها لاصحابك والحاجات دي كلها. تمام، فالموقع ده كويس جدا، canva.com.